هناك جملة من الإشكالات، جملة من الإخلالات في هذا الامتحان، من بينها غنبدأ قبل الامتحان وفي الامتحان وبعد الامتحان. يعني قبل الامتحان كاين واحد التوصيف، التوصيف انه فيه اننا غندوزو في مجموعه من المواد القانونيه المعروفه، لكن في نهار الامتحان اولا الاخلال الشكلي اننا غنمتحنوا مع الثامنه وما منتحناش حتى ال 11 النهار. يعني دوك الساعات كاملين فينا اسمتو وزاره عدل منظمه، وزاره لها اجهزتها المنظمه، وجلست حتى ال 11. وحنايا جينا من 6 الصباح، من 6 الصباح بحكم البعد ديال المكان. ثانيا ملي فرقوا لينا دوك الوراق ديال الامتحان لقينا ريوسنا اننا غنمتحنوا في اسئله غير مبرمجه فسميتو في التوصيف. ثانيا جتزنا المباراه ما اعلنتش الوزاره وتتقول لك اجي نوري لك النقطه ديالك، وبعد بين لي المعايير المعتمده على التصحيح، لان هناك بعض الاسئله صراحه فيما جيتي لها تتلقاها صحيحه. نعطي لك مثال على سميتو على محكمه النقد، قالوا لك سيدي محكمه النقد واش محكمه قانون ولا محكمه موضوع ولا محكمه قانون وموضوع؟ اذا الا بغينا نخدموا بالاصل والقاعده اي اننا غنقولوا محكمه قانون، ولكن إذا بغينا نخدموا بالاستثناء أن محكمة النقد تتحول في بعض الأمور المحددة حصرا لمحكمة موضوع. إذا أسئلة فيها خلل أصلا فيها دي بيج. زائد ملي خرجوا لي زيكزام، ملي خرجوا لي زيكزام أن لقينا مجموعة من العائلات المعروفة وذات النفوذ، يعني هذه ماشي باقي امتحان أهلية المحاماة بل هي امتحان أهلية المحاباة. صراحة يندى الجابين في سنة 2023 أننا نطيح على المشاكل. صراحة مغرب الحداثة، مغرب تيهضروا لنا على تخليق العدالة، على تخليق منظومة العدالة، على أن تكافؤ الفرص، ولكن في الأخر تنشوفوا شي أمور. صراحة المغرب ديالنا يعني خطأ مجموعة من سلسلة من التقدم، وبغاو هاد الناس يرجعونا العصور الوسطى. يعني هذا صراحة كمترشح كإنسان عارف أنني نجحت في الامتحان، أنا لست راسب بل مرصب بفعل فاعل. اليوم جينا كنددوا كنطلبوا حقوقنا اللي هي مشروعة اللي كيخولها لنا الدستور المغربي والقانون المغربي. وكذلك احنا دوزنا امتحان ديال الأهلية هذا العام في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ظروف كارثية مهزلة بكل المقاييس، ورا هذا الشيء بشهادة جميع الكليات ديال المغرب وجميع الجامعات اللي تم الاجتياز ديال الامتحان فيها. في التوصيف ديال المباراة عطاونا توصيف على أساس من ضمنه التوقيت فاش غادي نبداو الامتحان، بدينا الامتحان قالوا لنا الامتحان غادي يبدا مع التسعود، فإذا بينا ما بدينا حتى 11 ديال الصباح. منين كاع بدينا كان تشويش، كان بزاف ديال الأمور. كاين اللي حنا الطلبة اللي فعلا كان عندنا حس المسؤولية، راه منين دخلنا عطاونا لي زونفولوب سلمنا لهم فيهم الهواتف ديالنا، ولكن راه كاين اللي عنده أكثر من هاتف، كاين اللي سلم واحد الهاتف وخلى هواتف وحدين آخرين. خرجنا من دوزنا الامتحان لقينا مواد من غير داكشي اللي عطاونا في التوصيف، التوصيف حطوا لنا مواد، ومنين جينا نمتحنوا لقينا مواد وحدين آخرين. من بعد ما خرجنا من الامتحان فإذا بنا كنلقاو أن وسائل التواصل الاجتماعي كلها كتعج بالامتحان، كلها كتهدر على أساس أن الامتحان كان مسرب، وهنا ما كانتش واحد الظروف ديال تكافؤ الفرص. ما بديناش الامتحان حتى ال 11، كنهضر على مثلا مركز الامتحان اللي اجتزت فيه أنا، بدينا مع ال 11، كاين اللي بدا قبل منا، كاين اللي بدا مع ال 10، كاين اللي بدا مع العشرة وقسمين، كاين اللي بدا مع العشرة ونص، يعني كان تباين على المستوى الوطني. وهاد الناس اللي وصلهم الامتحان قبل راه سربوه وراه خداوه. حنا هاد الشيء ما اكتشفناش ان الامتحان مسرب حتى خرجنا من القاعات ديال الامتحان، وعادة كنكتشفوا كندخلوا لوسائل التواصل الاجتماعي كنلقاو ان الامتحان راه خارج ديجا والناس عارفين اشنو اللي كاين. تستمر المهازل، بقينا بعدا كنتسناو في حين ان الامتحان راه كيو سي ام، يعني غادي تصحح، بما ان الاله اللي غادي تصحو غادي تصحح في ظرف وجيز، تصحح هذا الامتحان من بعد ما يناهي 26 يوم عاد فرجوا على النتائج.
ملي نفرجوا على النتائج كنلقاو ان هاد اللوائح لوائح مشبوهه من الاعلى الى الاسفل، ما كايناش لائحه ما فيهاش جوج ولا ثلاثه ديال الناس من نفس العائله ولا اربعه. هذا كيدل على ان ما كانتش الشفافيه، ما كانش الوضوح. الناس اللي ناجحين ولد فلان وولد فلان وولد فلان وولد فلان، في حين اننا حنا الطلبه ولاد الشعب الكادحين اللي كناكلوا العصا وكنضربوا تماره وكنقراوا ليل نهار، ما لقيناش بلاصتنا في وسط هذوك الناس. منين بدينا كنهضروا ولينا كنتعايروا ولينا كنتهانوا ولينا كيتمارس علينا بزاف ديال الاشكال اللي هي لا مواطنه ولا دستوريه، وانا كنقولها من هنا، حنا كنرفضوا هذا الامتحان رفضا قاطعا، ولا بديل ولا سبيل الا الالغاء ديال هذا الامتحان الاهلي المزاوله المحاماه. كنطالبوا باعاده المباراه للاسف، لان لقينا راسنا هذا هو الحل. الوزاره تقدمنا لها بطلبات، السيد الوزير خرج في الصحف في الاذاعه الوطنيه وكيقول اننا حنا كطلبه راه عندنا الحق اننا نمشي ونشوفوا النقط ديالنا. تدارت لجينه صغيره من الطلبه اللي كيمثلونا على الصعيد الوطني، مشاو للرباط، كاين اللي مشى مع مفوض قضائي، كاين اللي مشى مع محامي، مشينا باش على اساس باش نشوفوا النقط ديالنا. فاذا بهم كيخرجوا الناس ديال وزاره العدل وكيعطوا مجرد تنقيط اللي هو اصلا تنقيت غالبا راه هو اللي قال لك راسبين به. منين كنقولوا لهم عطيونا الاوراق ديالنا، كيقول لك الاوراق ديالكم ما كاينينش، عطيونا نتائجنا، عطيونا وريونا كيفاش درتوا التصحيح، عطونا النموذج ديال التصحيح اللي اعتمدتوا عليه، كيقول لك هذا الشيء ما عندناش، سيروا قلبوا على اللجنه العلميه. فين غلقوا هذه اللجنه العلميه؟ انا اللي كنعرف هو ان امتحان الاليه المزاولات المحاماه مادام اننا دوزناه خاص يخرج التصحيح. اشنو اللي في هذا التصحيح اللي مخلي الوزاره ما بغاش تفرج عليه؟ واش هاد صحيح مفاعلات نوويه ان صح التعبير؟ الوزاره خايفه لا تخرجهم لينا باش اننا نديروا بهم نكروا بهم الامثله. من حقنا كطلبه اجتازينا الامتحان ديال المحاماه نعرفوا الاجوبه ونقارنوهم مع الاجوبه ديالنا. حنا راه كلنا عاقلين على اجوبتنا، الا ما عقلناش على كل شيء نعقلوا على 50%. علاش غادي تحرمني كطالب وكمرشح وكمترشح اجتاز الامتحان، تحرمني من انني نعرف التصحيح ديال ورقتي؟